أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب اللعبان يا آيات أفراد أو سورة النساء كمذا وعن سوق أهرني عشر كان فقل إيطوان إيا اللعبات أنه وقل أحجرنا سورة أفراد أو قرآن كمذا وإله سبحانه وتعالى نوسه ورمي عشر كان أجو قدا بيهي هوينك مرتاسي أي تامت أهاي إيا غير كودواء. إلهي سبحانه وتعالى وهو نصوره هديئة كبقي سين قصور إنا إذا أسلمينها وينك أغونتها وصيده هران عن خصوقها بأن مركز أحكام طوبعي هذه ورسد أيضا إلهي سبحانه وتعالى وحي إذن ديب وهو وينه لبس ورسد فدح ورسد أفر ورسد الإلهي هدي مركز سيوها وهي أتبق لان عدالة إنا إذا أسلمينين مدوا كوكا بصده الإلهي أمسا كوكا بصده واحد من كسين وأدومنا نفاح أفرتا أو سميد مارتيا لوقع سوى عمالة سريستو أي أدنى دول إله سبحانه وتعالى ألا تعولين إلى جور فلنا بس هذا يقول أن أنت أسانك لا حجرناه إله يقول أن وآتوا النساء وأنت السيئة صدقاتهم من مهرية القوة السيئة الإله وآتوا النساء خذب على لخ دابا يا زوجات مارتي أزواج يعني إله وآتوا النساء وأنت السيئة الإله صدقاتين مهريال قرسية بورتي بالغوضة نحلة ومستر او مركز عضية نحلة سين سيوي مخاص واتن ساعة صدقاتين نحلة نور الهي عمبت نحلة حالية سي عضية استفي اسمه ومن نفسي ما قليل سيوي هذا مركز مهرسي او ننسى واجب وكوها الهي سبحانه وتعالى وكعب بلي عضية وكعب بلي وحسي اسمه او مركز وحوي منكو اصدقوا مركز وهدياهان ابي حنايو او اصدقوا كسر فوقايو ايالا قده عبيالا مركز ده وحلو عبري ايالو هذا ننكني مارك واجب وكيهي وحالا قوضا هالي وحالا استستايا اما اللا قوضا مارك منك وحلو ساري وحوي منك اويد الهي اوسي ايا مامرك ايا تدبيرك ايالا ساري إن مركز يسوي نفاح سليس أو كنا عفنا يا معنوم أهم نفاح مركز الله فيه شو خلق إياه دمركة وها كفة إذا بضا دمركة كفة إذا بضا حق مركز هي تمتعة وننك يا ناس بيس أرواسان مركز يسو تغان حقك تمتعة يا ها حدا يا جماعة ناكتا يا مركز فإذا بيراغ فقط مركز ما هذه أي فاستاي وحا نهد الله سينا يو وحالا عبدينا سيدة وحالي إلى هذا وحقفت الليسي مركاسي صدق أهم ليسي عمر قال لك عبرا وحمرت الله عبري وحماشا كجرته أيضا إن المرقفته المرقفة وقبع إن معناه عيسان هين لكن أرنت أيتاي إن مثلا بالليسي إلهي سبحانه وتعالى هو أنت ما دام أيضا مركاسي تدبير فيه مامر فيه حوبي أيضا رجل هو جاري أي أساس ليسي marka wuxuu yahay waxa laga cabiraya wax iska cabiyaa hoos siismaha oo sadaqa amal laga dhigaya macnuhu nasaasay noqonaysay culimadu ilaahay
مرك هذا النهر كانوا سني سووا حوالي حدود ملها سيد هذا مرك سلوب بديه حدود ملها شيء كان أقل متمول لإيراده وحلا ما عليه سواه أوير أي حتى النهر لقدي كرا حدود ملها لكن هذا ما لا مرك أفضل وكسية واجسته يعني نايا مرك لقبل النوال خبا ساسوي مرك مالكية ذا هو حيقان أنت أوير إنا يتهو الدينار أيت أما سيفجح الدينار أيت أي أسر إياه عند علماء الشافعيين العيد هذين وهل يكاف تونيا شيء أقل شيء متمولي شيء كان أوير الله ما يستوي أي مهنة أكره فرأت مركز إيه برب الله كبيرهن أنا في يد أيو الحيل هذين تودفهم وأسر إياه سوف أمرك الإسوء خلاصتين برك الله يهوده سبحانه وتعالى نحل تنوض إليه حاله يسيع الضياء فإن دبنا لكم وديه دائد يدبنا الله ويلك زي ما مهر فيها سيسي أيضنا مهر فيها سيسي لسيور وعي مهر كانت دون ما يكتري فإن دبنا لكم هدائد ينطيب نغضان فإن إذن كوه حال نغضان أي إن كوه حال نغضان ويعان شيء شيء ومن مهر كاس كمية نصفا من نصف حق نفط تميز محاول عن الفاعل وي ونفط الله حيث ليب نغطي إلى أمارة مهر كاس أي إن وضصياه أما في بعض الإنسيان وي مركزي ذين هبيين فينضبنا لكم هدائر يطير نغضان عن شيء شيء أيضا إله سبحانه وتعالى ومن مهر كاس كمية فكلوه أعوض إلهي أمر فهذا وهوي أمر الوجوب معهم وأمر الإباحة فكلوه أعوض إلهي هنيئا حاله يكي طيبة وحلاله وي مريئا حاله يكي عرسيس لما هذي ومحمود العاقبة وي والله ينحي ماي عرسيس واحد لرى نقوم صنوي كاسوي إلهي مرتبه هنا سبحانه وتعالى فيقول لكم عن شيء منه نفسا هذين مسابه وحوية شيء كمدة نفسه ينفوه من غصه فكلوه عنو إلهي هنيئا حاله يكي طيبة مريئا حاله يكي محمود العاقبة عرسيس لما هذي هذا لا يحوله ولا تسفها كوى الضبعات حسين الإلهي أموالكم الياسين حسين ولا تسفها كوى السفها لأه وعقلك الله عليه أوليك الله لقد عضي حسين الإلهي أموالكم الياسين معنى أموالكم تان أموالهم الغذاب أيضا ما القوضوي التي في أيديكم مركا جمعين كجرته معايا لقفكم مركا وحوك عمتيس كجران وحوليه وكذا ينتهى وكذا حتى أيضا لستكوذي ويخ داوين وكذا صلى الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء كوى السفهاء يا أبو دينتا ما لكم كل إله رجل دم روحيين يا عروسة حسينوا الإله سبحانه وتعالى أموالكم ما يلكينوا الإله وأموالهم التي في أيديكم على قوضة ومال قوضة هو إذنك الجعنتين كجرة وكذا وحاوي مالكي أو أغنط اللي هاي تسوها يا إلهي وحوكا عبر إني مال كوزيهين معايا لسيدة اللي قد دوينا واسيدة مال كوزة ديها اللي قد دوين الله ساسين غنسة ألا فيها مباشا سو جعل الله ألا أوييري وزق جعل الله ألا أوييري سغييري لكم إذن في قياما كوتاقا إلهي حول سبحانه وتعالى ألا فيها مباشا سو جعل الله لكم إلهي سغييري لو إلهي قياما كوأقما إيه تقول من عاش كله معاش كنا وقل السين وهذا جيل السين مركاسي وحيدي السعناء وحيدي قم أيها هذا جيل السين ميلا مركاسي محل كيدي هين لدي جمعي وارزقوهم أرزقوا أغوان كأرزقوا الإلهي فيها أمواشا كأرزقوا وارزقوهم كأرزقوا فيها أمواشا كأرزقوا الإلهي فوحققوا إيه أغوان وقصوهم كمرشاي الإلهي ومركبي مرشاء أبهلان كمرشاي وقولوا لهم أضهوا الإلهي مركاسي أسكوه السين أو مال كود مركزي أدوك قالين إيسين أيضاً أدوك قالين إيسان هذا الفي عن إن مركز الإلهة للدنيا إلهي يرسل هذا سبحانه وتعالى يقول الله أدها أدوه إلهي أغنط ضولاً قول أدها قول كاسوة معروفاً أو ناسا قول معروف أدها ووحوي وحفي عن أشياء ووحى صحاك مولي مثلاً إنه يراد ما يسينا أنا قائدين هينا أذين كائدين جارسينينا dabaasada ay soo ilaalinayna saas ugaad inay ilaahdaan in maxsalan baa waxa weeye tijaaro loogu daro oo markaas maalkiina meel la iska dhigo sanad walba markii uu soo gaasto markii laga bixiyo markii uu sameeyo ka dhamaanin hadiisa waxa uu ahaa itajiru fi amali yasama agoon ta maalkii tijareeyay la saakula zakat iyo kan yeesan cunina
مركزون لإله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها أماشا كأرزقة واقصوهم كمرشايا وقولوا لهم أنها قولا قول قول كاسوا عروفا ياسوا أنها هذا الكاسمين فيها لدينيا اللي وقلب سنة لمها أغوانت هذا أنا أغوانت محالة ثمانية وابتلوا اليتامى أيها الإله سبحانه وتعالى أغوانت الجحيوة وابتلوا اليتامى أغوانت الجحيوة الإلهي حتى إذا وقت بلغوا إيجارا النكاح النكاح إيجارا الإلهي وضدنا كاسئاوا أي نقضان فابتعوا إليه ليوا الإلهي أما لهم على يرفعوا ليوا فابتعوا ليوا إليه ما يحقوا ذا أما لهم على يرفعوا ليوا ولا تأكلوها حعننا الإلهي أماش أغوانت تلك أوليه على الله خطابة إسرافا حاله تنكو الدفدفة إسرافا على حالة تنكو حد جبا وبدار حالة تنكو الدفدفة أن يكون مخافة أن يكبروا الإلهي أن يكبروا مخافة أن يكبروا إنه وإن أذان عصيات كعب سليس دراده فالمركز عمتي من كل جان ومن كان خوفا هذا الإلهي أوليه لكمله غنيا مت غنيا هذه فليستحفظ رسول الإلهي او اغوم كمال فيسا تبعوصو ومن كان رغي على فقيرا متفقيرا عضوه السنة ومن كان رغي على فقيرا فقيرنا فليأكلها سعونا الإله سبحانه وتعالى المعروف السنة عروفه هو وعنا فإذا دفعت المركز ودي بتاعدين على حقوص فهو عوي ما رسألو دي ويسين ذاتك له فإذا دفعت المركز ودي ويسان إليهم على حقوص أما لهم على أفوده فأشدوا مخاتيايا علم فرقوا مخاتيه الإله سبحانه وتعالى مخاتيه الله سبحانه فادفعوا بيه الإله سبحانه وتعالى إليهم أي حقوضة أما أذهم على الفوء بيه فيات ولا تأكلواها كعننا الإله سبحانه وتعالى أيها الأولياء إسرافا حالا تنكو حيود باي هي أبدالا بمدينة الإله سبحانه وتعالى وفي الدنيا يتكبر دنيسان أن يكبروني وينالان هي أبدالا بمدينة هو التوخوف يسين أي ورين ينادان عيل عنده هذا وهذا ينادو وهي سنا وتفصه هذا مركز هو وهي سوا قصانية وكاسونا إلى سبحانه وتعالى ولا تأكلها عنا ولا تأكلها عنا أوليها هو إسرافا حالة تلك واحد جدا يوم بدار حالة تلك ودك دقا أن يكبروا مخافة أن يكبروا إلى ينادان عصا تعب سنس تراد هذا ومركز نيل كل جان حولي مركز نوصل إلى ينادان تبكى مكة عنا يا تبكى عنا إلى يهودا ومن كان هو هذا غنيا مد غنيا غفك أو حولي أقوم تناها يا غني لا فليستحفظ فرعه الصول إلهي فهو حوي مالك أقومك هيسك إرادي ومن كان هو هذا إلهي سبحانه وتعالى غنيا مد غنيا حوالي هذا فليستحفظ فرعه الصول ومن كان هو هذا إلهي الدنيا فقير مد فقير هذا ومن كان هو هذا فقير فقير هذا فليأكلها أنا منه ما شاء حجيزة بمعروف سوى نقص بمعروف فطعنا فإنسوين سقد كذا فإذا وقتني دخلتم فإذا وقتني دفعتم أدودي إيسان إليه بأغوان تحقوذة أما لهم على القوضة فأشدوا مخاتية عليهم القوضة مخاتية هو إصصناء ومديال بطيوهاي فإذا دفعتم مركة أدودي إيسان إليه بأحقوذة أما لهم على القوضة فأشدوا عليهم القوضة مخاتية فأشدوا مرخاتية عليهم كفوت أو عالم مرخاتين سنين يسين هنا يبني يسين مرخاتي كما مرخاتي عوية فالكفاتة حوو كيدي نغوانيا مركة هذا آيادة مع أن هذا عدان خصوة نغوان إلهي حود هاي ومن كان غنيا قفك غني أهوه وديه أستمده فلا يستحفي فرده وصده أقوان كمال كيسة فرده وصده هنا وعنا نهكر يتوم ومن كان هوه هذا فقيرة مت فقيرة وحبه يسنين فليأكل هكا عنوده هاي بالمعروف اسم معروف بالمعروف إذا مركز تفسير الأورة وحوية وشهده يستقدر كده ما كان أو نقاليها نمي السلام بهدي نقالي لديه لها انت اجراها وقاغلها ننكاسو أيو أستغو نقاغنا يا وامركو لكن فقير مركو يهيقوي ومن كان قريبا من إله مركو لما سوالها قفكو الدوغنية أوليها فلا صحيح فقه وصده وما لكاونها كده وصده هكذا يسوينا وعنه لكن مرفوع فقير هو الإلهي حقنا هو الإلهي سبحانه وتعالى سمع روفه ونغه عنا فإذا وصلوا دفعتم إليهم فإذا دفعتم إليهم أمواله مركب يدي ويسان إلهي أموالهم مالي القوة يدي ويسان فأشدوا مخاتية عليهم القوة
فإذا دفعت مركب بيبيسان إليه أي حقوه وإليه أموالهم على الخوة فأشدوا مرخاتي عليهم فهو مرخات أسمي وأيش فصلنا له مرخات مرخاتي كمرخات كأيسة إذا دفع حلول الأسر إمتان مرخاتي أسمي وإليه فأشدوا عليهم مرخاتي ولا إليه إن الله ها فأشدوا عليهم فرقوا مرخاتي أسمي وإليه وكفى بالله إليه أياه كافية حسيبا حساب إليه كافية وكفى بالله الله أياه كافية حسيبا حساب عماشين والله حزيوي مرك هذا ساتين غنيسة أدى أحاديث كسر تفسير كأيضا ومن كان غنيا فليستحفف ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف واجبته فقه هذا مرك وهي لذين قفك حولها أقوان كهاي وحا أبنا إنو عنا إنو عنا يا أبنا لبا أمر متكية لبا أرم وصدية سنو كعنا إنو أشتت مثل كيسة وكقات أشتت مثل كيسة مرك يهتهي ويسأل مثل كو قادنا إياه أما مثلا بحاجة أو أما استقدر حاجتي أما حاجتي استقدر كيف أنت مركز وحاول أسوي حاجة وليس وعاك هاي السوق العافين وعاك علمو السوق العافين مركز مركز وسلم بو حوي أو حوالها أقوان كاللقات والله أنه ما اللي سوى قد إياه مثل اللي سوى قد المايو حتى يحدى قفت مركزي فقير أو يهوصاص فقاته بس يقول يا مس واسدي لا بقى ولا خجستة مدوحة ولاي هاي مايا معايا لوحة وكوني قلت في عمل كيس وكوني أي مدلي فغير نواة هاي قل كان كلام ثانية وحوي مركزي وحبا مركزي أو كونا مجلسولي نصنا في إمام أحمد وحوله إمام أحمد من أيها سلطة عليه السلام حقول هاي ليس لي بإذن ولا يتيم أنا وحا لاي هاي ما يمليه وضعي غير مليه أفيش وحاليه أريوان له صاف مركو نبو خده عليه الصلاة والسلام وعبر أنيقى مال مقبو أفيش وحا إيجوغ أرد يتيم مالنا مقبو إيه سنيلا مال كيس مركز نبو خده عليه الصلاة والسلام أم أيوضعي وحي مركز وحاوي كوغف لنقعون أذيبون حد جد بين غير مصفن أذيبون حد جد بين وأن هذا نوع عوي وحكة لسمينين ما القوض أنا مركز أو إلى إسان كوجر لذا كان كود وعصار روي عصار روي وحوي مركز لحال اللي هي مال اليتيم ك قفت مركز فيها يا خطر وكسوجية خطر أي كسوجية سيدنا عمر بن الخطاب وحوداي وحوداي مال كأذان ك وقاضنا إسا بمنزلة والي اليتيم أظن كمركز والجيسة منزل كيسة يفو قاضنا إسا وقفت مثلا بأثوه أظن كأنا هين مركز وحوية هذا مركز وحوية أبقاضته وإسوه قد إسا هؤلاء ساسو له مركز مركز وحاته شعاده قد إسا مركز كلام طوامنا أبيه مركز وحوية سماحات قصوا من طوله أبيه مرمض واجرا مركز حبيب أكاس وركز دمب إسناد كيسة صحيح واي إلهي مركب هذا ومن كان روحه هذا قنيا قني روحه هذا فليستحفف فقط أوصده قفت به وقني هاي وعبط أوصاه تعصي وحكى لك مثالي ومركز خلاف وفجر ومن كان فقيرا تنوي ومن كان روحه هذا فقيرا فقير روحه هذا فليأكلها كعنه بالمعروف سوى ناك ومعروف فإذا دفعت مركب لي بيسان إليه ما يحقه هذا أما أرهم على الخير لي بيسانه فأشدوا عليهم خطوة مرخاتيه خاطئ الله سمعي بين معروف والإله سمع معروف وإله فإذا دفعت مركا يدوه بيسان إليهما إلى حقوه أما لهم على الكوه فأشدوا عليهم مرخاتي ومرخاتي سمعي إنا يدوه بيسان وبدري أسكتهين سوى هواي هذا وخلاف نحلين أصنعوا لعن ومرخاتي مرخاتي الله وضعه أمرك هذا سلاسة وإسلام في إشارة للواجمة وكفاء بالله إله يا أخو كافينا حفيظا حساب إلهي أعماشينا حساب إلهي أغفر سبحانه وتعالى مركات عشر كون أنت يسوك إجهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته.